فيلس الأسد، الفيلس الأموي المصور المضروب في الشاش، طشقند. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكات الإسلامية. بعد إعادة فتح الأمويين لمدن ما وراء النهر خراسان أو بلاد التركستان، وتحديدا مدن خوارزم وبخارى وسمرقند في سنة 88 هجرية على يد قتيبة بن مسلم الباهلي، توالت الفتوح في السنة التي عقبتها ففتحت بلاد الشاش، طشقند وفرغانة. وكان المسلمون قد فتحوا بلاد خراسان في سنة 22 هجرية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد تمردها وخروجها على الدولة الإسلامية عاد المسلمون السيطرة عليها في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا الفلس سك هذا الفلس حسب الدليل الاستقرائي المتوفر في مدينة الشاش طشقند بخراسان بعد أن عاد الأمويون السيطرة عليها، ويتمثل هذا الدليل بصورة الأسد الذي عرفت به المدينة، وتحديدا رأسه وذيله المميزين، وتحته رمز لعله الحزام أو اللجام أو السرج. كما يتمثل هذا الدليل بكتابة العربية على الظهر فوق رسم الفيل بالكل. وقد ظهرت مثل هذه المأثورات على مسكوكات خراسان في صيغ مختلفة تشير إلى جواز التداول والقوة الإبرائية للمسكوكة في أسواق الإقليم. تاريخ الفلس سك هذا الفلس على الأرجح في مطلع القرن الهجري الثاني أو تحديدا في العقد الثاني منه، وقد نشطت دور السكة في إقليم خراسان في تلك الفترة، وظهرت ضروب كثيرة كانت السمة المشتركة بينها تحديد معادل الفلس بالدرهم، أي ما يعرف بستين بدرهم. وتميزت تلك المرحلة بظهور الأفلاس المصورة والتي تركزت على إبراز تصاوير بعض الحيوانات التي ترمز إلى القوة والرسوخ مثل الأسد والفيل، ولعل صورة الأسد الذيل المتشعب تقدم دليلا على ارتباط هذا الفلس بمدينة الشاش طشقند. خصائص المسكوكة: المعدن النحاس، الوزن غرام وإحدى وأربعون جزءا من الغرام، القطر حوالي 18 إلى 20 مليمترا، السماكة حوالي مليمتر واحد. مأثورات الفلس على الوجه في دائرة منقطة تمثل محيطا داخليا، وهي داخل دائرة منقطة أخرى خارجية، تصوير أسد آسيوي ذي ذيل طويل يتفرع في نهايات ثلاث فوق ظهره، وثمة نقاط أربعة في الفراغات بين أرجل الأسد وأمامه. على الوجه في دائرة المركز أسفل الأسد رمز يشبه حرف النون المقلوبة، ولعله يدل على اللجام أو الحزام الذي يوضع على رأس الحيوان أو في مقدمته لإخضاعه والسيطرة عليه. على الظهر في المركز داخل دائرة منقطة محاطة بدائرة منقطة خارجية صورة لفيل آسيوي يبدو خرطومه وناباه، وتعلو ذلك كلمة بالكل، وهي من الألفاظ الشائعة في ذلك الإقليم للدلالة على قابلية المسكوكة للتداول وجواز التعامل بها في جميع المعاملات التجارية في إقليم خراسان. مكان السكة: أقام الولاة الأمويون دورا للسكة في خراسان بعد فتحها مجددا في سنة 88 هجرية، وظهرت الكثير من الأفلاس في عدد من مدن السكة، كما أصدرت الدراهم في بعض مدن الإقليم مثل بلخ المباركة والترمذ والشاش وهرات. وقد عرفت دور سك خراسان ضرب المسكوكات العربية على الطراز الساساني في أيام الولاة السابقين لهذا الفتح، ومثالها مسكوكات بلخ لسلم بن زياد وللخليفة الأموي يزيد بن معاوية ولعبد الله بن خازم أمير خراسان في خلافة عبد الله بن الزبير. وكان في الشاش دور للسكة في عهود مختلفة قبل سيطرة الأمويين عليها، وربما ساعد ذلك على اختيارها دارا للسكة، ولا شك أن العوامل السكانية والتركز الحضري فيها قد ساهم في ذلك أيضا، وقد أخذت الشاش حظها الوفير في مسكوكات العباسيين ومن بعدهم. سك هذا الفلس في نموذجين رئيسين كما تشير الأدلة النمية المتوفرة، ويظهر في النموذج الثاني المقارب جدا لنموذج المسكوكة المعروضة هنا ضمن مأثورات الظهر عبارة جائز له بكل شيء، وهي من العبارات الشائعة في مسكوكات ذلك الإقليم في ذلك الزمان.